السلام عليكم، كديري البنات؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ وليداتكم كلشي مزيان؟ اليوم جبت لكم فيديو على جلبات ديال راندا، جلبات اللي بوحدهم وجلبات اللي بالخفيطنا ديالهم، وكنتمنى هاد الفيديو يعجبكم وتستافدوا منه. ونبداو بأول جلبة إن شاء الله. عندنا جلبة هكا في القرونة، كتجي شي حاجة زوينة في هاد القرونة، مزوقة هكا بغوز بيبي، كيجي طريز، كتجي القفطر من تحت جلبة، كيجي تا هو رائع زويون. كدير بالهبطة هكا بالخماسية، كيف كتشوف الحلة ديال القفيطين تاهي كدير شي حاجة رائعة. يعني ختمة متقونة، ختمة زويونة، فيه دريس ديال، بالنسبة للدريس ديال الجناب مغلف، وبالنسبة ديال الكميمات بحال كيجي بحال الشكل ديال القفطان بحال الجلابة. كنذوقو هكا بعقيقة. الملاقية كنديرو هاد الملاقية ديال الحبكة، كتجي في صالة هكا زوينة، كتجي في صالة مخزانية. كيف كتشوفوا دابا هو القفطان بوحدو، حيدت الجلابة وخلات القفطان باش تشوفوا حتى هو الخدمة ديالو كيف كتجي، راه بحالو بحال الجلابة نفس الموديل. وهذه جلابة اخرى تانية، هذا بتويب عادي، بتويب ديال الريحانة مع توب ديال الزهار. انا زهرة كتجيب القفيطين الحتاني بزهرة، والفوقاني كتجي تويب ديال الريحانة. تويب رخيص، خدمة خفيفة بالنسبة اللي ما عندوش ياخد توب غالي. كنديرو هكا جلبات تويب رخيص بحال هكا، تجي هكا داك الدريز ديال المسكي، وهكا القفيط المزوق بهاد المريشات. كتشوفو الملاقية الثنائية كتجي مزوقة تاهي، كتجي زويونة الملاقية، كتجي رائعة. القفيطة كيجي هابط حتى لتحت، كيجي تا هو شي حاجة زويونة. شفتو كيجي الهبطة عندو تا لتحت، كيجي كلو مزوق بديك المزهرية، سميت ديك الزواقة المزهرية. هادي جلبة في توب ديال المليفة، مليفة جوهرة، كتجي هكا بخديمة هابطة خفيفة ديال كورميت، كتزوق بهاد هاد السيبورات هكا كيجيو زوينين، كتجي ملاقية عالية. هاد السيبورات هما كيعطيو للجلابة جمالية، تاهي كتجي رائعة بهاد السيبورات. السيبورات دخلت فيهم القرونة، جاو عطاو مع اللون الزوين. وبالنسبة لهاد الجليبة هكا كتجيب خديمة خفيفة، ومع هاد التريزات هكا ديال الكمبيوتر، التريز الفاسي بالكمبيوتر هكا كتجيو مزيانين بهاد الشويشيات صغار وبالسيبورات. هي هكا الدريس فيها خفيف، بالنسبة للخدمة خفيفة، كتزوق هكا بشوية ديال الطريزات ديال الرباطي وبالسيبورات. كتجي غير هاد ربع دقات، كيسمو ربع دقات، كتجي خفيفة وزوينة حلوة حتى هي، كتجي بجلابة. كتجي هكا القبيب ديالها حتى هو فيه طريزة.
وهاد الجليلي بقى كتجي في الكحل كدي حتى زويونه كت تهبط بالكوكياجة. هادي بالزواخة ديال الكوكياجة كتزوخ بسيبورات هاك عاديين. هاد التوب تاهو توب ديال الريحانة توب عادي رخيص ولكن كيطلع تاهو في الخدمة زويون. هاك عادي شحال هاك خفيفة خبيب هاك عادي بدريس خفيف. بالنسبة للزواقة ديال سميتو كتخدم بالموزون هذا بالعقاق المهرس تيكري شي حاجة زوينة. دخل فيها سيبورات في لون سومو ليديات كيجيو هكا خفاف حتى هما. وبالنسبة لهاد جليلي بالقرونة ريحانة عفوا المليفة ديال الأميرة تاهو زويونة. التوب كنخدم هكا فيها راندا كتجي عريضة عريضة هادي شوية كندخلو فيه سيبورات والعقيق ديال الزمرد كيجي هكا بدريس متكي. دريس أنا اليوم تالفة في هاد الفيديو تالفة دريس المغلف. بالنسبة للقب والكميمات كيجي المتكي. هاد الدرس المسكي راه كيحمق والله الا زوين ما كيتكا ما بلا صليح بلا مصلوح كيبقى هكاك واقف. وكتبتاك بالجلوينات الغورميت هكا تجنيه بس كيدخلو فيه مجلوينات ممكن دي تعيش حاجة زوينة. هالتوب ديال الأميرة كيجي هكا طايح غزال في اللبسة شو كيف داير في الزويبقة ديالها الدويدة تيتسمى هديك الزويبقة. هادي هكا كيجي فيها صبيبات في الكحل وشال في الكحل. وبالنسبة للجلابة المارو قلت لكم تالفة تالفة اليوم الجلابة الكحلة حتى هي في هاد نفس نفس الموزون اللي دايرة بالجلابة الأولى غير هي هادي الهبطة ديالها كتهبط بحال كملاقية عادية والهبطة هاكا بالعقيق. كتجيب بالدرس ديال البنانة معها عقيقة كدي تو الخدمة ديالو زوينة غير في هاد الكحل ما بانش مزيان. غير سمحوا لي الفيديو كله تالف ضاربني البرد والله العظيم ما قدرت نكمل. كنهضر غير بالزز مخنوقة. هادو هما البنيات بثلاثة اللي في جليبات بثلاثة. هادي الجلابة الأولى هادي الكرونة هادي الجلابة الثانية. وبالنسبة لهاد الجريبة كتجي في هاد الغوز بارد. هادي نفس الخدمة ديال الكرونة غير بغيت نوريك. وبالنسبة لهاد الجريبة هاكا راه كتجي رائعة كتجي زوينة حتى هي بالكفيتين ديالها. كيف قلت لكم راه بحال الأولى بحال الجلابة الأولى نفس الخدمة غير هادي كتجي هاكا لون في لون. يعني اللون ديال الخدمة هو اللون ديال هو اللون ديال الزواق. كتجي زوينة الصراحة. السيوق القفيطين ديالها كتجيو تم بحال نفس الخدمة غير هادي كتجي ايفادي شوية و عادية في الفصالة والأخرى كتجي فصالة مخزنية. يعني كل واحد على طلب الكليان الكليان شنو كيبغي.
ضربني البرد بالمعفول البنات الله دابا القفيتين ديالها بحدو هو هذا كيجي نفس الخدمة ديال الجلابة حتى هو بحال الجلابة كيساوي الزوين تلبسيه بحديتو تلبسيه مع جلابتو كيفما بغيتي وبالنسبة لهاد الجلابة هاهي حتى هي كتجي محلولة من القدام كتجيب الخدمة ديال الزكار كتجي خدمة عريضة هاكا زوينة كتزوق بالكوكياج كميمات ديال القفطان كيف كيجيو حتى هما بحال الجلابة وحتى هو لا بغيت تخدم تلبسيه بحديتو كتلبسيه بحديتو لأن فيه خدمة عريضة وهابطة حتى لتحت كيجي غزال زوينة حتى للمناسبة هي كنمشي بالمناسبة كتجي زوينة وبالنسبة للقطان والجلابة حتى هما كيجي جلابة كتجي محلولة من القدام كتجيب توب ديال الجوهرة من التحت والمليفة من الفوق كتجيب هاد الجوزة كبيرة مع جوزة صغيرة كيجيو زوينين في الخدمة بالنسبة للقفيطين هابط جوزة وحدة صغيرة حتى لتحت هابط من العنق حتى لتحت كتزوق هكا بالدريس من الجناب وبالنسبة للدريس هكا في القبيب دايرين الترس ديال الزهاقة الملاقية هكا كتلاقى بالثلاثية وبالنسبة للكميمة ديال القطان كدير هكا بالجوزة تما كيجيو زوين ديال المناسبات ديرها في الأعياد في المناسبات كدير هكا جلابة وقفيتين ديالها كدير شي حاجة نخوة شي حاجة رائعة أو بغيت نوريكم هاد التكسيطة اللي كتجي خفيفة وزويونة كتجي غير بتوب ديال الساتان شي حاجة عادية وبسيطة وكتجي زوينة في اللبسة تلبسيها في دارك تلبسيها نهار الجمعة تلبسيها في المناسبة في أي وقت كتجي هكا بخفيطين هابط حتى لتحت و دفينة كتجي هكا بالدريس و كدير معاها السميطة هكا كتجي غزالة يعني من ثوب رخيص كتخرجي تكشيطة زوينة درت لها هي الملاقية ديال العقيق لقيت بالعقيق الزمرد شفتو كيف كتجي خفيفة مريحة في اللبسة وهاد الشكل ديال الفراشة بحال هكا بتوب جوهرة براندا كتجي الشكل ديال الفراشة غزال تاهو شفتو الكساف كيف كيهبطو هكا بجوزة صغيورة جوزة بالعقيق جنيبات هكا كيهبطو كدور كلها بالدرس كتزوق بالسقلي شحال
حاجة زوينة حتى هي، كتجي خفيفة وزوينة تلبسيها حتى هي في المناسبات. رائعة يا البنات، هاد الفراشات هي كتجي زوينة. وبالنسبة لها الجليبة كيف كتشوفوا، هذه اخر جليبة كاينة في هاد الفيديو، هي اللي ختمت بها الفيديو. كانت هي كخدمة متقونة وزوينة بهاد الخديمة، طريس هكا خفيف، الملاقية خفيفة، الهبطة بالكورميت. وكنت من هذا الفيديو ما يكونش طويل عليكم ويكون ممل، وسمحوا لي بزاف صوتي مغير بزاف مع ضربني البرد، مشكيت عليكم. كنت من هذا الفيديو يعجبكم وما نكونش مطول طولت عليكم، وسمحوا لي وشكرا لكم بزاف.